بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ مثال 4.2. A uniform T-section beam is 100 mm wide and 150 mm deep. عندي beam مقطع اللي هو على شكل حرف T، عرضه اللي هو 100 mm وارتفاعه اللي هو 150 mm with the flange thickness of 25 mm and web thickness of 12 mm وسمك الفلانج اللي هو 25 مليمتر وسمك الويب اللي هو 12 مليمتر. If the limiting bending stress for the material of the beam are 80 mega newton per meter square in compression and 160 mega newton per meter square in tension. وعزم الانحناء محدد لهذه المادة هذا البيم ب 80 ميجا نيوتن لكل متر سكوير في حالة الكومبريشن و 160 ميجا نيوتن لكل متر سكوير في حالة التنشن. Find the maximum uniform distributed load that the beam can carry over a simply supported beam of 5 متر. أوجد أقصى حمل موزع لهذا البيم الذي يحمل اسناد بسيط على طول الامتداد 5 متر. هذه عندي السكشن الى هذا البيم. السوليوشن: The second moment of area in the simple bending theory is taken about neutral axis. العزم الثاني المساحة في نظرية الانحناء البسيط تأخذ حول محور التعادل. This always pass through the centroid. هذه دائما تمر في مركز الشكل الهندسي of the section إلى المقطع. We can't taking moments of area about the base. وممكن إيجاد عزم المساحة حول القاعدة to determine the position لإيجاد الموقع of the centroid لإيجاد موقع الشكل الهندسي and hence the neutral axis ومن ثم إيجاد محور التعادل. فلإيجاد البعد عن محور التعادل فأجري حساباتي إلى القاعدة لهذه الأشكال الهندسية حتى أوجد الواي بار أو نسميه البعد المحور التعادل عن القاعدة، ويساوي لي summation y في المساحة أي البعد في المساحة لكل شكل هندسي على مجموع المساحات. إذن أخذ الشكل الهندسي هذا الفلانج اللي هو باللون الأزرق راح يكون عندي 100 في 25 هذه المساحة في مركز هذا الشكل إلى القاعدة والذي يساوي لي 150 أطرح من عندها اللي هي 25 على 2 اللي راح تكون 12.5 فيساوي لي 137.5 لهذا البعد اللي هو الواي وهذه هي المساحة اللي هي 100 في 25 في 10 أس ناقص 3 زائدا المساحة الأخرى اللي هي 125 فيكون عندي هذا 150 أطرح من عنده 25 اللي هي هذه المساحة اللي هي باللون الأزرق هذه اللي هي تكون 125 اللي هي من هذا الارتفاع إلى القاعدة في العرض اللي هو 12 مليمتر في مركز الشكل الهندسي اللي هو راح يكون بالمنتصف اللي هو راح يكون بهذه الحسابات 150 ناقصا 25 هذا الارتفاع فيساوي لي 125 تقسيم 2 ويساوي 62.5 اللي هو هذا الرقم اللي هو 62.5 اللي هو البعد عن مركز المساحة لهذه 12 في 125 ومضروبة في 10 أس ناقص 9 مقسم على المساحات اللي هي إلى هذا الفلانج اللي هو 100 في 25 وهذا الويب اللي هو يساوي 125 في 12 ومضروبة في 10 أس ناقص 6. أبسط المقدار ينتج عندي الارتفاع من القاعدة إلى محور التعادل والذي يساوي لي 109.4 في 10 أس ناقص 3 متر ويساوي لي 109.4 مليمتر أي الارتفاع من القاعدة إلى محور التعادل يساوي لي 109.4 مليمتر. The second moment of area I dividing the section into convenient rectangles with their edges. هذا العزم الثاني المساحة اللي هو الآي يقسم المقاطع إلى مستطيلات ملائمة مع حافاتها.
هذا هو المقطع. فنحسب الـ I section أو عزم المساحة الثاني اللي هو يساوي للقاعدة يقسم على 3، أما إذا كان في المنتصف فيقسم على 12. فإذا عندي 100 في 40.6، هذا هو الـ 100 اللي هو الارتفاع لهذا المستطيل الكبير، هذا هو اللي هو القاعدة مالته اللي هي 100 وارتفاع اللي هو 40.6 تكعيب. إذا 100 في 40.6 تكعيب ناقصا أطرح من عندها هذه المساحة المظللة الأولى وهذه هي الثانية والتي تساوي لي رقم 88. خلينا نعرف شلون أجا هذا 100 اللي هو العرض، هذا 100 أطرح من عندها هذه 12 فيبقى 88 إلى هذه المساحة المظللة وهذه المساحة المظللة. إذا القاعدة اللي هي 88 في الارتفاع اللي هو 15 تكعيب، وهذه الـ 15 حساباتها كالتالي، هذه هي الـ 40.6 أطرح معدها 25 اللي هو هذا الارتفاع، فالمتبقي اللي هو 15.6 اللي هو من محور التعادل إلى الأعلى. إذا هذا الارتفاع اللي هو من هذه النقطة محور التعادل إلى هذه النقطة للمنطقة المظللة تساوي لي 15.6 تكعيب زائدا 12 اللي هو هذا الويب اللي هو 12 في الارتفاع اللي هو 109 تكعيب، هذا الارتفاع اللي هو 109 تكعيب. فإذا راح يكون هذا هو الشكل من محور التعادل إلى القاعدة مضروب في 10 أس ناقص 12 حتى أحول إلى متر. بعد ما أبسط هذا المقدار ينتج عندي العزم الثاني للمساحة يساوي 7.36 في 10 أس ناقص 6 متر أس 4. The maximum compressive stress will occur on the upper surface. لذلك الإجهاد الضغط أو أقصى إجهاد ضغط يحصل أو يحدث عند السطح العلوي لهذا الشكل الهندسي، والذي يساوي الذي يبعد مسافة y تساوي 40.6 ملم، يبعد مسافة عن محور التعادل مسافة اللي هي 40.6 ملم. And using the limiting compressive stress value. إذن أستخدم القيمة المحددة بالسؤال إلى إجهاد الضغط التي تساوي لي upper surface is compressive stress. عند السطح العلوي يكون هنا على شكل ضغط، والذي يساوي عزم الانحناء، هذه من نظرية الانحناء أو نظرية الانحناء البسيط اللي هي تساوي M على I ويساوي لي سيجما على Y. وأن تنتجنا قيمة عزم الانحناء يساوي لي الإجهاد في عزم المساحة الثاني إلى أقصى ارتفاع من محور التعادل، إذن يساوي 80 الإجهاد المحدد المعطى اللي هو بالكمبرسيف مضروب في 10 أو 6 اللي هو بالميجا نيوتن في الآي سكشن اللي حسبنا اللي هو 7.36 في 10 أس ناقص 6 مقسوم على المسافة اللي هي من محور التعادل إلى سطح المقطع العلوي الذي يساوي 40.6 في 10 أس ناقص 3 لأن هو بالمليمتر، ويساوي العزم 14.5 كيلو نيوتن متر. وكذلك أحسب عند القاعدة في حالة الشد It's necessary to check the tensile stress which must apply on the lower surface. إذن عند السطح السفلي راح يكون عندي إجهاد شد، وأحسب حساباتي عند السطح السفلي. The lower surface tensile stress الذي يساوي البيندينج مومنت يساوي الإجهاد في عزم المساحة الثاني على أقصى مسافة من محور التعادل إلى أسفل القاعدة. إذن الإجهاد محدد في حالة الشد أو التنسايل يساوي 160 ميجا، إذن يضرب في 10 والستة في البعد اللي هو 7.36 العفو يضرب في العزم الثاني المساحة نحسبنا في هذا الشكل اللي هو 7.36 في 10 ناقص 6 مقسوم على البعد من محور التعادل اللي هو 109.4 في 10 ناقص 3 والذي يساوي من محور التعادل إلى القاعدة السفلى. إذن الأقصى عزم في حالة الشد يساوي 10.76 كيلو نيوتن متر. عندي التصاميم الهندسية المفروض أصمم هذه البيم على أقل عزم انحناء والذي يكون في حالة الشد اللي هو
10.76 أفضل ما أخذ في حالة الضغط الذي يكون 14.5 عند السطح العلوي. إذن أصمم تصميمي على السطح السفلي وهو في حالة الشد. The greatest moment that can be applied to retain stress within both conditions is. لذلك أعظم عزم انحناء يجب أن يطبق ليحفظ قيمة الإجهاد في حدود الشروط المعطاة بالسؤال. إذن هذا العزم اللي هو مقداره 10.76 كيلو نيوتن متر هو هذا العزم اللي راح نختاره في التصميم الهندسي. But for the simply supported beam with uniform distributed load, عندي هذا القانون الخاص إلى distributed load في حالة simply supported beam. أقصى عزم انحناء يساوي لي WL سكوير على 8، وهذا القانون حاسبينه في سابقا واستخدمناه بالسؤال الأول، وحاليا استخرج من عنده قيمة الـ Uniform Distributed Load اللي هو الـ W. إذن W يساوي 8 M على L سكوير، يعني 8 في أقصى عزم على مربع الطول، ويساوي لي 8 في أقصى عزم اللي اختارينا اللي هو 10.76 في 10.3 على الطول اللي هو 5 متر تربيع، ويساوي 3.4 كيلو نيوتن لكل متر. لذلك the uniform distributed load must be limited to 3.4 كيلو نيوتن متر. لذلك الحمل الموزع يجب أن لا يتجاوز 3.4 كيلو نيوتن متر حتى لا يحدث الفشل في هذا البيم. إلى هنا ينتهي حل السؤال، وإن شاء الله نكمل في موضوع آخر، وشكرا جزيلا.